وراجعين وكمان. بس انا طبعا بعمل رجيم ودايت، انا ممنوع علي الاكل. معلقه معلقه غاده بس، نبغى نلبس ونلبس صح وبطريقه صح، مش كده؟ ايوه. شو هالرابط الفظيع، شفتي؟ ميمي ومنوره كالعاده، شو هالطله الحلوه. تسلمي غاده. الله يسلمك يا هلا وسهلا. احنا الاسبوع الماضي او انتم الاسبوع الماضي تكلمتوا عن الاخطاء اللي يسوونها الشباب في عالم الازياء. صح. اليوم ما راح نتكلم عن الشباب، راح نتكلم عن البنات. صح. والله انا متحمسه اعرف. بس في عندي هيك مثل لفته بدي نقولها قبل ما نبلش بالتفاصيل. هو صراحه الموضه دائما بتاخذ من الاشياء الماضيه اللي قطعت بالماضي، بتستوحي منها وبتداعب المستقبل اذا بدنا. ولكن هي دائما دوره، في دوره للموضه بتعيد نفسها. ايوه. الشغل اللي بدي الفت النظر عليها انه بس كمان بالماضي كان كل شيء كان بيمشي ببطء اكثر، هلا مع وسائل التواصل الاعلامي صار كل صيحه بتصير بالموضه تتفاعل بسرعه، بتاخذ ضجه، كل الناس بيحصلوا عليها، وبالتالي هالدوره يلي كلنا بتعيد حالها بالماضي لانه كان في رذم بطيء، كانت مثلا كل 20 سنه بنحس انه بيرجع بيجي شيء قديم بيرجع بنجدده. هلا صارت القصه اسرع، يعني يا دوب كم اسبوع بتطلع صيحه بتنتشر وين ما كان، بعدين بوف بتختفي، بترجع بتطلع مره ثانيه بس ما بنعرف ليه رجعت ظهرت، بترجع بتختفي، يعني ما بقى في عنا هالثوابت. ومشان هيك هاي اللي بدي اوصل بالاخر الكونكلوجن، انه الفاشن فوبا يلي كنا نعتبره فاشن فوبا بالزمانات ما بقى فاشن فوبا قد ما عم بيصير في تغيرات سريعة. صحيح. وهالدورة صارت أقصر بكتير. الفاشن يعني شنو؟ الفاشن شنو؟ فاشن فوبا، فاشن فوبا يعني خطوة غلط. يعني لما بنكون عم ننسق ملابسنا، مثلا كنا من كم سنة نقول إذا مزجنا الطبعات مع بعضها كانت فاشن فوبا، هلا صارت كثير دارجة. صح. وبالعكس صرنا منختار الطبعات قصد لحتى نخلطها مع بعضها. قبل كنا نقول إذا ثلاث ألوان بنفس الإطلالة بيكون فاشن فوبا، هلا بالعكس كل شيء كنا عليه غلط. هيدا بدي أقول لك، ما بقى في ثوابت مثل نقول إنه لا نو يعني نو، يعني إذا هلا بنلبس القصير يعني عرفتي كله مخلط مع التاني شوز البام باج، كل هالشغلات اللي كانت قديمه كنا نقول انه هيدي فاشن فوبا ما بقت موجوده. ولكن لا يخلو الامر انه بعد في عنا اخطاء فاشن فوبا ضروري ما نعملهم، لانه هي كرمال يعني الواحد كيف بتكون اطلالته قدام الاخرين، خاصه لما يكون عن جد لابس حلو وتلاقيه عامل غلطه. صح. بتقولي حرام ليه؟ صح صح. مثلا اذا بنلبس الملابس الضيقه كلها 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 من فوق لتحت مثل ما بيعملوا الكارداشيان، لو انه الكارداشيان بيعملوها لهالفاشن فوبا هيدا ما بي مش معناته انه هيدا شيء. الكارداشيان هم اصلا معروفين بالضيق يعني، ومعروفين بال صح. فما ضروري نلبس الفساتين الضيقه كلها من فوق لتحت او حتى التوب وتنانير ضيقه، هيدا بنعتبره فاشن فوبا. إذا منلبس القميص يلي بيكون ضيق بين كل زر وزر ومفتح القميص، هيدا كمان يعتبر فاشن فوبا. هذا يحزن. إيه. هذا في كتير لسوء الحظ، في كتير سيدات ما بينتبهوا إنه يعني هي كتير هينة، بيقدروا يحطوا دبوس بين الزر وزر من جوا وبيسكروا على بعض القميص. إذا كنا مثلاً في كتير أغلبية السيدات ما بينتبهوا للأمر، بيكون في على الحذاء على نعل الحذاء متروك برضو السعر عادي. سعر الحذاء يعني بلا ما ينتبهوا مش حذاء جديد، عليه وبيلبسوا الحذاء. بفتكر حتى كمان حتى الرجال ايش كثرهم والله. هذه بتصير، بس هذه يعني سهوا بتكون، ما بعرف اذا سهوا، لانه انا كميه الـ 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 الاحذيه اللي بعدها معلقه الاتيكيت وبشوفها بنهار بقول انا مش معقوله سهوا. هل لا في برسنتج عالي؟ لا هذه بس حركه يعني طب يعني انت مش حلوه بقول يعني. لك هلا لك سهوا بس ما بفتكر دائما كل هاللي بشوفه سهوا. اوكي اذا شو عندي بعد؟ اوكي سو اذا بنلبس مثلا بدنا نلبس قصير، الافضل ما نلبس قصير
من تحت تنورة قصيرة والكروبت بانت من فوق، يعني برضو كمان التوب يكون قصير، هيدا بنعتبره فاشن فوبا. يعني إذا كنا لابسين تنورة قصيرة بنلبس من فوق كم طويل منغطي، صح. يعني دايما ليكون هي بالآخر الفكرة، غير أنه نطري هي المعادلة دايما، صح. أنا دايما بقول بالسيلويت طبعا لسه كنت بقول لك انه هذه اشياء حتى مع مرور الزمن هي شيء النظر يحبه، يعني العين تحب تشوفه بدي الطريقة. اذا هلا اذا بدنا كمان نبلش نكمل بالفاشن فوبا، مثلا اذا بدنا نلبس هلا اللون الفوسفوري دارج، فما فينا نلبس كله فوسفوري من فوق لتحت، لانه هيدا بنعتبره كمان فاشن فوبا. يعني بنلبس قطعه وحده فوسفوريه، ما مش كل شيء فوسفوري. اذا بدنا نلبس انيمال برينت، اذا بدنا نلبس طبعا الحيوانيه اللي هي كثير رائجه هلا، بنختار قطعه وحده من الانيمال برينت، ما بنلبس انيمال برينت من فوق لتحت مثل ما عم نشوف بالصور، الا اذا كنا مودلز، كنا سيلبريتيز، عندنا طالعين على الستيج على الستيج، ايه. بس بحياتنا اليوميه الافضل ما نكون فل توتال لوك. معلش سؤال، حتى كمان انا بشوف هذا اللي انا ما اعرف اسمه، دائما الخبط عندنا انا وانت نفس الشيء، اللي هو النايلون اللي فيه لمعه الاسود، ايوه هذا بشوف لوك كامل بلبسوه من فوق لتحت، بحس برضه هذا لناس طالعه على الستيج، صح. يعني هي كمان بدك تاخذي باطار معين، يعني تصوري مثلا احنا جايين على الشغل لابسين توتل جلد ملمع انه كثير منه بمكانه، فينا نلبسه اذا كان في سهره كثير، وانا هذا اللي بعرفه منك، او على ستيج، ايه. بس ما كمان بدنا ناخذ بعين الاعتبار، مش هيك بصير في فاشن فوبا، لانه وقت ما بناخذ بعين الاعتبار نحن باي اللي ما عنده ميمي يشتري ميمي، شفتي كيف؟ نعم. فاشن فوبا اخر هلا كمان إذا ما كنا سيلبريتيز وإذا كنا كتير مرتاحين على وعدنا، أنا لإلي شخصياً الفاشن فوبا هو لما منكون لابسين كعب بالمطار، هذه ما بعرف شو بدي أقول، لا هدول لازالوا، هذه في فئة معينة بيلبسوا هذا الشوز بيعتبرونه هذه من أناقة. لا ما أول شيء فكري بشكل عملي، لما منكون بالطيارة مننفخ، كلنا مننفخ على الضغط وعلى العلو، فما بقى انا بصير فكر انه كيف بضلوا قادرين لابسين هالكعب العالي. حتى في داخل الطياره يلبسون الكعب؟ اي كل الوقت، ما بعرف كيف بيقدروا، بس انا لإلي كمان هو المكان الخاطئ انه نلبس فيه كعب عالي، او حتى شغله كمان نلبس الكعب العالي على البحر. يعني انا بفهم انه في سيدات حابين يطولوا حالهم هن وعلى البحر، بس كعب عالي على البحر كمان هذا فاشن فوبا، يعني هذه جدا فوبا. وبعد فاشن فوبا اخر لما بنلبس ملابس داخليه وانما بتظهر لبرا نحن ومع الملابس اللي لابسينها، هذا فاشن فوبا كثير كثير قوي. في ملابس داخليه بتتناسب مع كل قطعه بنلبسها، مشان هيك لازم ننتبه على هالموضوع. هلا بمكان العمل في فاشن فوبا لا تغتفر، يعني الأظافر يلي بتبقى طويلة طويلة ومروسة مثل المخالب، لا هيدي ما بنعتبر هيد ما فينا نحن بمكان للعمل عم نشتغل عم نكون بروفيشنال انه يكونوا عندنا هالنوع من الأظافر. واحد، اثنين، مش ممكن نفوت على مكان العمل ولابسين فليب فلوب بإجرنا، صحيح. في أحذية والأفضل تكون مسكرة لما منكون رايحين على المكتب نلبسها احتراماً للآخرين، نحن مش رايحين على البحر، صح. حتى برضو نظارات الشمس يلي أغلبية الناس بتفوت، كلنا نفكر حالنا ستارز، منضل حاطين نظارات الشمس لما منفوت على مكان العمل، أو بيحطون على راسهم، ما نكون على البحر وما نكون بمكان في شمس، فنظارات الشمس منشيلها ومنضبها. انا حتى لما فوت على محل ابغى اشتري الشيء، صح. بحس تهذيبيا انه لانه الناس بدها تشوف عينك، صح هذا. وما كمان من الفاشن فوبا انه نرجع على مكان العمل لابسين ملابس الرياضه، هيدا كمان امر غير لائق ابدا، صحيح. عندي معلومة هيك تب مهضومة، كيف بدنا نعرف نحن وبمكان العمل شو الفتحة المناسبة مثلا للقميص؟ شو بنعمل؟ بناخذ الإبهام تبعنا
بنحطه بالفجوة يلي بكعب رقبتنا. اوكي. And then صابعنا مسكرين، ما رح دق بالميكرو، صابعنا مسكرين، بننزل وين بيوصل الخنصر بيكون هو المكان الأنسب للفتحة لقميصتنا. اوكي. إذا بدنا نعرف الطول المناسب للتنورة، نفس الشيء بنحط الإبهام على أول ركبة، منسكر صابعنا الخمسة، وين بيوصل الخنصر بيكون هو الطول المناسب للتنورة. وهيدي بس هي، بس بدي أذكر قبل ما ننهي الفقرة اليوم إنه الفاشن فوبا إنه نلبس ملابس ما بتتناسب مع عمرنا، مع جسمنا، ولا المكان اللي احنا موجودين فيه. Keep it in mind. بس معلش على قصة العمر، معلش بس في أشياء يعني معلش أنا مو عشان كبرت ما حلبس. لا بس في طول معين ما بقى تلبسيه. أيوه. في قصات معينة بتطلع سخيفة عليك، بتبيني كأنك أنت عم جربي تتصابي. لا أنا ما عم بحكي عن عمري عشان لا بهالمنطلق أنا عم بحكي. صحيح، لأنه في سيدات لا بيحبوا الفاشن الشباب. لو سمحتي لو سمحتي ميمي سوي لنا كذا لوحة ولا شيء فاشن فوبا، فأي واحد يجيب بس فاشن فوبا. شكرا لك ويعطيك ألف عافية. شكرا.